نسجفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية. سلام الله عليكم إخواني أخواتي المغاربة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إخواني أخواتي غادي نتكلموا على الحسين وكريم وآخر الأخبار اللي توصلنا بهم اليوم إخواني أخواتي، لصراحة تبشر بالخير، أخبار حصرية تبشر بالخير إخواني أخواتي. اللي كيقول المقال استدعت مصالح الدرك الملكي بسرية شتوكا، أيت بها شخصين جديدين من دوار تين خزاز بجماعة الصفاء للتحقيق معهما في قضية اختفاء الطفل الحسين وكريم بدوار أيت حمو. وحسب بعض المصادر فإن مصالح الدرك الملكي لا زالت تسابق الزمان من أجل حل لغز اختفاء الطفل المختفى منذ أيام. هذا وما زالت عائلة الطفل المختفي في انتظار الإعلان عن نتائج تحقيق في هذه النازلة الصادمة والتي شغلت بال الرأي العام المغربي. الدرك الملكي إخواني أخواتي بسرية شتوكا إتباها قاموا باستدعاء جوج ديال الأشخاص جديدين من دوار تين خزاز بجماعة الصفاء للتحقيق معهما في قضية اختفاء الطفل الحسين وكريم بدوار أيت حمو. وحسب مصادر فإن الحملات التمشيطية التي تقودها عناصر سرية الدرك الملكي بشتوكا إتباها للبحث عن الطفل حسين المختفي قد وصلت أمس الأحد للنفوذ الترابي لجماعة أربعاء رسموكا، وبالضبط بمحيط سد يوسف ابن تاشفين في الحدود الترابي بين شتوكا وتيزنيت. فهاد الشخصين إخواني أخواتي اللي هما الآن ينحلون على التحقيقات التفصيلية منذ يوم أمس، يعني من البارح يوم الأحد إخواني أخواتي هما في التحقيق باش نشوفوا راس الخيط من هاد الشخصين هادو، لأن خوتي راه الحسين راه ماشي غبرة، ماشي غبرة خوتي وداها البرد، راه الحسين ماشي غبرة وداها البرد. الحسين راه هو إنسان، الحسين راه كيتمشى على رجليه فوق الأرض، الحسين راه ماشي هو، الحسين راه ماشي برد باش غيطير غيطير وما يسمي. هادشي أخوتي راه مبقاش بغا يدخل لنا لراسنا، هاد الولد هذا طار ما سمى. الدرك الملكي ولا السلطة المحلية، الشرطة القضائية، القياد، كل شيء، السلطة المحلية كاملة نزلت لشتوكا إتباها، كل شيء كيقلب الكلاب المدربة، كل شيء كيقلب رجال الإطفاء، كل شيء هذا الشيء كيقلبه، والحسين ما كاينش، والسلطات كتأكد بأنه الحسين ما خرجش من الدوار. فنتمنى على أنه يكون هاد الشخصين هادو اللي هم علاقة في الاختفاء ديال ولدنا الحسين وكريم، لأنه هذا أصبح ابن المغاربة كاملين، ولدنا ولدنا وما غنرتاحوا حتى يتلقى هذا الولد، سواء كان حي يرزق او لا كان فارق الحياه. فهاد الوليد حنا بغينا نعرفوه اشنو طرا فيه، بغينا نعرفوا ولدنا الحسين فين كاين، بغينا نعرفوا ولدنا الحسين فين كاين، لان خوتي راه ولينا خايفين على ولادنا، ولينا خايفين على الصغار ديالنا من هاد الشيء اللي ولينا كنعيشوا فيه. ما بقى لا امن ولا امان اتجاه هاد البشر هذا اللي ما كيحنوش في وليدات المغاربه، ما تيحنوش في وليداتنا اخواني اخواتي. لكن هاد جوج ديال الاشخاص هادو اللي تلقى عليهم القبض، فنتمنوا على انهم تكون عندهم علاقه في هاد الاختفاء ديال هاد الوليد هذا، باش على الاقل يبان لنا غير راس الخيط ونعرفوا اش من وجهه غادي نشدوا. فهذه اخواني اخواتي اخبار كتبشر بالخير، فالحمد لله المصالح الامنيه قايمه بالدور ديالها على اكمل وجه اخواني اخواتي، وكتباشر عمليات التفتيش في اي مكان في منطقة شتوكا إتباها، وبالخصوص بدوار أيت حمو، لأن السلطات المحلية إخواني أخواتي متأكدة 100% على أنه الحسين ما خرجش من الدوار.
ما خرجش اخوتي الحسين من الدوار، وهاد جوج ديال الاشخاص اللي هما مجتمع في التورط ديالهم غيحلوا لنا واحد شويه من الخيط من المخيط، غيعطيونا راس الخيط واحد شويه على الاقل، يعطيونا غير واحد الوجهه نمشيو ونبحثوا فيها. يعني اخوتي هادشي راه ما بغاش يدخل لينا لراسنا. هاد الولد هذا اللي ما عرفناش هاد الولد واش هزو شي نسر وداه للسماء، وسرطاتو السماء سرطاتو الارض، واش هاد الولد حاش وجوهكم كلاوه الكلاب، واش هاد الولد هذا ما كاينش الريحه ديالو، الريحه حتى من الارض حفروها رجال السلطه والكلاب المدربه، ولهاد الدرجه لهاد الولد هذا ما كاينش الحس ديالو. هادشي اخوتي راه ما بغاش يدخل لينا لراسنا، هادشي اخوتي راه لا يعقل. حنا راه بغينا نلقاو هاد الولد، وهاد الولد هذا راه ولد المغاربه كاملين، لدرجه انه العائله ديال وكريم الحسين ما بغاوش اخوتي يتكلموا لا مع الصحافه ولا مع جمعيه ما تقيش ولدي ولا مع جمعيه اللي جات لعندهم حتى العائل ما كان ودقات الباب ديال عائله الحسين، وحتى شي واحد ما تكلم ليهم، وحتى شي واحد ما بغى يتكلم معاهم، وحتى شي واحد ما بغى يعطي لا تصريحات ولا معطيات. فينا هي تصريحاتكم وطلبكم للمغاربه كطلعوا تقولوا المغاربه وقفوا معانا، بغينا نلقاو الحسين ولدنا. عافاكم المغاربه لما وقفوا معانا، منين جاو جمعيات وجاو صحافه حتى العين المكان اللي ضاربين الطرقان وفي الاخير ترجعوهم عادي وبيبدا من بريد. على شكون هذاك ولد من؟ راه ولدكم، ولكن اليوم اصبح ابن المغاربه، وحنا ما غاديش نسكتوا. واخا طلبتوا على انه اليوتيوبرز يسكتوا، راه حنا ما غاديش نسكتوا، لانه القضيه اصبحت قضيه راي عام، واليوتيوبرز لهم دور كبير باش انه هاد الابن هذا يتلقى على وجه الام ديالو والاب ديالو. اللي كيعيشوا دمار نفسي اخواني اخواتي، دمار نفسي بمعنى الكلمه. فالمكان اللي هما فيه او الحاله اللي هما فيها لا يحسدون عليها. فنتمنى منكم المغاربه، ونتمنى من خوتنا اليوتيوبرز، ونتمنى من الصحافه على انه هاد الناس نوقفوا معاهم، نوقفوا مع هاد الاب ومع هاد الام. فانا لا يهمني لا عم لا مربيه لا خاله لا جده لا عم لا جار لا جيران، ما كيهمني حتى شي واحد من غير ما كتهمني ديك الام وداك الاب اللي ما بقاوش قادرين يهضروا في الميكرو للصحافه، ما بقاوش عندهم الجهد ديال انهم يهضروا. فانتم راه كتشوفوا كلشي على عيني على انه الصحافه كتصورهم مبهدلين في الزنقه، رجليهم مدليين في الزنقه، يعني السيد ما بقاش قادر يتكلم، عكس العائله الاخرى اللي كتسد البيبان على الصحافه وعلى الجمعيات، الجمعيات اللي غتجيب لك حق ولدك، الجمعيات اللي غادي تلقى لك ولدك، الصحافه اللي غادي يساهموا انك تلقى الابن ديالك، اللي غيوصلوا صوتكم للمغاربه والشعب المغربي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ونسأل الله السلامة والعافية إخواني أخواتي. ونتمنوا على أن هاد الأشخاص أو هاد الشخصين هادو اللي ألقي القبض عليهم، فنتمنى على أنهم يعطيونا ولو راس الخيط من المخيط باش نعرفوش من وجهة غادي نشدو. فيا رب العالمين نتمنوا على أن هاد الوليد هذا يرجع سالم غانم للأم ديالو والأب ديالو، ويفرحوا به ويجعلوا ربي عمر جديد يا رب العالمين. خليتكم على خير، نتلقاو في فيديو آخر، والسلام عليكم.